الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط لأكثر من دولار واحد لتصل إلى نحو 90 دولارا للبرميل مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، وارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل بنسبة 1.5% لتصل إلى 86 دولارا و44 سنتا، كما ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط بنسبة 1.45% لتصل إلى 89 دولارا و39 سنتا للبرميل، وارتفعت أسعار النفط مع شحة المعروض مع توقع تمديد خفض الإنتاج لدول منظمة أوبك حتى نهاية عام 2023. انخفضت أسعار صرف الدينار العراقي بشكل طفيف مقابل الدولار الأمريكي في أسواق بغداد وأربيل، وقال مصدر مالي إن أسعار الدينار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153,500 دينار مقابل كل 100 دولار، مشيرا إلى أن أسعار البيع في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضا، حيث بلغ سعر البيع 154,500 دينار عراقي لكل 100 دولار. أما في أربيل فإن البورصة سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 154,200 دينار وسعر الشراء 154,100 دينار لكل 100 دولار. أعلنت غرفة التجارة الأردنية أن العراق جاء في مقدمة الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال 8 أشهر من العام الحالي 2023. وقالت الغرفة إنه تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية خلال 8 أشهر من العام الحالي بنحو 927 مليون دينار أردني، مبينة أن العراق جاء أولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن خلال 8 أشهر بقيمة 366 مليون دينار أردني، تليه الإمارات ثم سويسرا. كشف اتحاد تعاونيات شركات إنتاج وتربية الأسماك الإيرانية أن مجموع صادراتها تبلغ سنوياً أكثر من 100,000 طن تذهب معظمها إلى العراق. وقال الاتحاد إن مجموع الإنتاج السنوي من أسماك الكارب والسيلفر في إيران تبلغ أكثر من 200,000 طن، مبيناً أن العراق يستورد نحو 80% من مجموع صادرات إيران من تلك الأسماك. يذكر أن إيران تتمتع بنفوذ اقتصادي واسع في العراق بسبب تحكم الأحزاب والميليشيات الموالية لها بمفاصل الدولة العراقية. انخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، حيث أجج ضعف البيانات الاقتصادية في الصين المخاوف إزاء تباطؤ التعافي، ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.6% ليواصل تسجيل خسائر للجلسة الخامسة، فيما كانت القطاعات المنكشفة على الصين مثل السلع الفاخرة ومواد البناء من بين أكبر الخاسرين في أوروبا بعدما أظهرت بيانات أن نشاط الخدمات في الصين نما في شهر آب بأبطأ وتيرة في 8 أشهر. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.